كدأبهم كل صباح، يقف أحمد ورفاقه في محطات القطارات وأمام الإشارات الضوئية وحيثما تجمع الناس. يقدمون للمارة صحفا لا يطلبون عنها أجرا. فكرة راقت للكثيرين ممن وجدوا أنفسهم غير مضطرين لدفع ثمن القراءة كلما رغبوا في الاطلاع على آخر الأخبار. أنا بالنسبة لي جريدة بحال هكا موزعة بالمجان مناسبة ومفيدة باش تقرا بحال هكا مواضيع بالمجان. التجربة انطلقت من هنا، مهاجران مغربيان في كندا استلهما مشروع الصحافة المجانية من أوروبا ورغبا في استنباته في المغرب. أصدر صحيفة يومية إخبارية باللغة الفرنسية تجمع بين السياسة والثقافة والاقتصاد، وتوزع أكثر من 50,000 نسخة مجانية يومية. رهانها الكبير إقناع المعلنين بقدرتها على الوصول إلى عموم الجمهور. ملأت الصحيفة نوعا من الفراغ على مستوى الصحافة المجانية الإخبارية، وهي الصحافة التي أعطت نتيجة جيدة في الخارج. هنا ما زلنا في مرحلة الاستثمار، لكن الأمور تسير بشكل جيد. على أن تجربة الصحافة المجانية في المغرب وقد استفادت من تدني القدرة الشرائية لعموم القراء، فإنها تثير الكثير من الجدل حول مهنيتها وقدرتها على منافسة الصحافة المكتوبة غير المجانية، كما تطرح أسئلة حول قدرتها على إقناع المتلقين في ظل مفاهيم ثقافية تقلل من قيمة كل شيء منح بالمجان. نعرف بأن الجمهور ما زال لا يؤمن بالمجانية، وإذا ما اشترى هذه، إذا ما تلقى هذه الصحافة فهو طبعا قد يقرأها وقد لا يقرأها، وبالتالي فهي لا تشكل لحد الآن منافسة للصحافة المؤدى عنها في المغرب. بقدر ما تفتح الصحافة المجانية من آفاق واسعة أمام العمل الإعلامي وخاصة على مستوى توسيع قاعدة القراء، فإنها تواجه تحدي الاستقلالية عن مراكز المال والنفوذ المتحكمة في مصادر الإشهار. محمد البقالي، الجزيرة، الرباط.